استعدادا للمؤتمر الاقتصادي، الحكومة تقر مشروع قانون الاستثمار الموحد وترفعه للرئيس للتصديق عليه. لقاء تعريفي بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري غدا، ومصر للطيران تضاعف رحلاتها إلى شرم الشيخ في أيام الاجتماعات. اتفاق بين وزارات القوى العاملة والتضامن والشباب وجمعيات رجال الأعمال على توفير فرص العمل للشباب خلال الفترة القادمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع نشرة اقتصادية تفصيلية تأتيكم من قناة النيل الأخبار. وفيها أعلن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اليوم أن الحكومة أقرت مشروع قانون الاستثمار الموحد وأحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه. ومن شأن إقرار القانون الذي طال انتظاره تعزيز ثقة المستثمرين قبيل القمة الاقتصادية في شرم الشيخ التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 من مارس الجاري. وتعمل مصر على تعزيز ثقة المستثمرين التي تراجعت بسبب الاضطرابات الاقتصادية والسياسية على مدار 4 أعوام تقريبا منذ ثورة 25 من يناير عام 2011. مع اقتراب موعد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ تتزايد المطالب بضرورة سرعة إصدار قانون الاستثمار الموحد من أجل إعادة الثقة في مناخ الاستثمار المصري في ظل المشاكل العديدة التي تواجه المستثمرين. المشروعات دي أنت هتيجي تقدم مفروض تاخد الترخيص بالكتير في خلال أسبوع، ما فيش شهر وما فيش سنة، والكلام ده ما ينفعش، لأن ده ما ينفعش أبدا. وبعدين احنا كنا بنعمل الشباك الواحد، بس شباك واحد وراها 10 جهات أو 20 جهة، احنا عاوزين واحد بس، وده اللي متحدد في القانون. المفروض ان جهة واحدة بتستلم منك الطلب وبتخلص لك كل الإجراءات وتقوله تعالى اتفضل اشتغل. دراسات مبدئية لكل نوع من هذه المشروعات، طبعا بيعمل مشروع دراسة مبدئية ليه، بيقول المشروع ده في المكان ده انتاجية كذا ويكلف كذا وهيحقق ربحية قد كده، دي مدرسة مبدئية. بعدين المستثمر بيعمل دراسته التفصيلية بعد كده هو حر. خبراء الاقتصاد طلبوا بضرورة عمل كافة الدراسات على المشروعات المعروضة على المؤتمر حتى يتمكن المستثمر من الإلمام بكافة تفاصيلها، الأمر الذي يسهل تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت. المستثمر سيأتي يأخذ المشروع وفقا لدراسة جدوى المعنية به ويأخذ المشروع ويدفع هذه الأموال، لن يدفع للدولة المصرية بشكل مباشر، ولكن سيستثمر في هذه المشروعات وبالتالي سيخلق فرص عمل. لأن فكرة المؤتمر وضع أموال في الخزينة العامة للدولة المصرية يجب على دولة الاستثمار من خلال الشباك الواحد أن تأخذ الأوراق المطلوبة من هذا المستثمر والرسوم المطلوبة مرة واحدة، ثم تقوم وزارة الاستثمار بالنيابة عن المستثمر بإنهاء الإجراءات كاملة خلال شهر أو شهرين. الخبراء طلبوا بوضع آليات لجذب المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات بما فيها كافة التراخيص وتحديد مدة زمنية لها، وكذلك آليات الخروج من السوق. أشرف إبراهيم، النيل. وللمزيد ينضم إلينا من مقر مجلس الوزراء مراسل النيل أحمد أبو الحسن. أحمد، أبرز ما جاء في اجتماع الحكومة اليوم فيما له صلة بالاستعدادات الجارية لمؤتمر مصر الاقتصادي. تحياتي زميلي وللسادة المشاهدين. بالفعل وافق مجلس الوزراء اليوم على العديد من القرارات الهامة، ولكن في هذا الصدد نستطيع أن نتجه إلى نعرض بعض القرارات المتعلقة بالمؤتمر الاقتصادي المزمع إن شاء الله في منتصف هذا الشهر. فقد وافق رئيس مجلس الوزراء اليوم في اجتماع الأسبوع على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن حزمة تشريعات لتحفيز الاستثمار، حيث عرض الدكتور أشرف سلمان وزير الاستثمار ملخص لمشروع القرار بعد الاطلاع على عدة قوانين وخاصة من بعض الدول حتى يمكن الاستفادة منها قبل إصدار هذا القانون مباشرة. تضمنت التشريعات الموافقة على تعديل بعض قوانين الاستثمار، ومنها تعديل بعض أحكام قانون شركات بعض الشركات، منها شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات التوصية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 81، وذلك من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمار. ومن هذه التعديلات الهامة أيضا نستطيع أن نسرد منها توسيع
يعني هذه التعديلات نصت على توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه ودارته أيضا والتصرف فيه وتصفيته دون أي قيود عليه في ذلك. هناك أيضا تعديل بشأن أعضاء الدولة إمكانية منح حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات العمالة الكثيفة. هناك أيضا تعديل يعني باستحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة. هناك أيضا موافقة من مجلس الوزراء على برنامج يهدف إلى إصدار سندات الخزانة الدولية الذي دشنته وزارة المالية وقامت بتحديثه إلى إمكانية استهداف المؤسسات المالية المتخصصة في السوق الأمريكية والأوروبية. هذه الاعتبارات كلها تفيد في المؤتمر الاقتصادي المصري. شكرا لك أحمد أبو الحسن مراسل النيل من مقر مجلس الوزراء. كما ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الأستاذ الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. أستاذ عبد النبي بعد التحية، في رأيك ما هي أهمية صدور قانون الاستثمار قبل أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادي؟ بالتأكيد صدور هذا القرار هو تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس بأن يكون هنالك مجموعة من التشريعات المحفزة للاستثمار يتم إصدارها قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار المزمع عقده الأسبوع القادم في شرم الشيخ. وأعتقد أن الحكومة بهذا الإصدار وفي هذا التوقيت وبهذه التعديلات أعتقد أنها قد نفذت جزء كبير ومهم جدا من توجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن. أستاذ عبد النبي وأنت خبير، يعني ما هي أهم النقاط أو الملامح التي لفتت يعني انتباهك في ما يخص هذه التعديلات في قانون الاستثمار؟ يعني أنا هنالك مجموعة من التعديلات أنا أراها جيدة، لكن أهم ما فيها هو التعديلات الخاصة بتقنين حصول المشروعات الاستثمارية على الأراضي المملوكة للدولة. الجميع يعلم أن هنالك في فترات سابقة كانت هذه المسألة تتم طبقا لأولويات معينة وبالنظام التمليك، ومن هنا كان من يحصل على الأراضي يقوم باستخدامها في غير الغرض التي خصصت له. الآن الحديث عن حق الانتفاع وأن الأرض معرضة للسحب من المستثمر الذي لا يستخدمها طبقا لقرار التخصيص وغيره، أعتقد أن هذه أشياء تدل على المصداقية وتعطي فرصة لرجال الأعمال أو للمستثمرين الجادين والحقيقيين للاستفادة بمثل هذه التخصصات. نعم. أستاذ عبد النبي، عندما أعلن وزير الاستثمار أنه لا توجد حوافز ضريبية في القانون، ما هي دلالة ذلك؟ يعني هي الحوافز الضريبية أو حتى الحوافز الجمركية أو غيره، يعني هذا لا يعد ضد القانون ولا مع القانون. يعني أنا شخصيا كنت أتمنى أن يتم إعطاء حوافز ضريبية وجمركية في المناطق ذات الأولوية الاستثمارية، يعني هذا لا يعد يعني لا يعد بطولة ولا يعد نقصان. طبعا من يطلع على النصوص الموجودة في القانون، القانون لم يعفي أي استثمارات من أي فئات ضريبية، ويعامل في الضريبة أو حتى الجمارك أو الاستيراد مثله مثل باقي المشروعات. لكن أنا شخصيا يعني لا أعتبر أن ذلك نقصانا ولا أعتبره زيادة. يعني إذا كنا خصصنا فئات ضريبية وجمركية وبعض الحوافز للاستثمار في جنوب الصعيد أو لتنمية القرى الأكثر فقرا، كان ذلك سيكون شيء أفضل. لو كنا أعطينا حوافز ضريبية وجمركية للاستثمار في المنطقة الغربية وإقامة تجمعات عمرانية جديدة، كان ذلك سيكون أفضل. ربما أن المنطقة في على ضفاف قناة السويس هي نفسها منطقة ربحية ولا تحتاج إلى هذه إلى الفئات الضريبية ولا الحوافز الجمركية، هذا كان شيئا جيدا. لكن بالفعل مشروعات القوانين لا توجد بها أي فئات جديدة عما كان موجود في القوانين. الأستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف. واستعدادا للمؤتمر، أعلنت شركة إكسبريس التابعة لمصر للطيران أنها ستكثف رحلاتها إلى شرم الشيخ خلال الفترة من 13 وحتى 15 من مارس الجاري لتصل إلى 70 رحلة، منها 35 أساسية و 35 إضافية. وتوقع رئيس الشركة الطيار حلمي رزق أن يشهد الموسم الصيفي زيادة في حركة السياحة، خاصة في مناطق الجذب السياحي في شرم الشيخ والغردقة، خاصة بعد الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا. يعقد وزير الاستثمار أشرف سلمان والتعاون الدولي نجلاء الأهواني لقاء تعريفيا غدا حول مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المزمع إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 وحتى 15 من مارس الجاري.
ويستعرض الوزيران خلال اللقاء الذي ينظمانه في مقر الهيئة العامة للاستثمار، يستعرضان آخر التطورات والاستعدادات التي تعدها الحكومة والمجهودات المبذولة والتجهيزات للمؤتمر. عرض المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي على ممثلي أبرز وسائل الإعلام اليابانية أهم التطورات على الساحة المصرية وعلى رأسها المؤتمر الاقتصادي للاستثمار في مصر، كما استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي. في برلين أعرب وزير السياحة هشام زعزوع عن تقديره للمشاركة الألمانية المهمة في مؤتمر تنمية ودعم الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال لقاء زعزوع وكيل وزارة الخارجية الألمانية كليمنز فان غوتسي، حيث شرح الجهود المبذولة لعقد المؤتمر. وعبر زعزوع الذي يزور ألمانيا للمشاركة في أعمال بورصة برلين للسياحة التي تبدأ اليوم وتستمر 5 أيام، أعرب عن شكر مصر لقرار الحكومة الألمانية برفع تحذيرات السفر البري إلى محافظة جنوب سيناء وسانت كاترين قبيل انعقاد بورصة برلين مباشرة. مشاهدينا الكرام، الصحف العالمية والعربية والمحلية أفردت صفحاتها لتغطية الاستعدادات للحدث الأبرز الذي تجري وقائعه في مصر من 13 حتى 15 من الشهر الجاري. صحيفة الحياة اللندنية ألقت الضوء أيضا على مستجدات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ونقرأ منها 16 بليون دولار استثمارات خليجية في مصر. وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان يؤكد على هامش مؤتمر تشجيع الاستثمار في دبي أن مصر وجهت دعوات إلى نحو 6000 مستثمر ومؤسسة وصندوق استثماري مصري وعربي وأجنبي لحضور القمة، لافتا إلى أنه تم تأكيد حضور 1100 مستثمر محلي وأجنبي وتوقع زيادة العدد إلى 1800. ونقلت الصحيفة عن سلمان أن السعودية والإمارات ستشاركان بقوة باعتبارهما شريكين رئيسيين في المؤتمر، وكذلك الكويت. الدعم الخليجي لمصر في هذه المرحلة الصعبة كان محور مقال الكاتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الذي رصد الحماس الصادق في معظم دول الخليج لدعم مصر على كل الأصعدة. وقبل أيام من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، أكد الكاتب أن أمام دول الخليج حيال مصر خيارا واحدا مستعجلا، وهو دعمها اقتصاديا ليس فقط بالمنح والقروض، بل بمشاريع عملاقة تغير حظوظ ومستقبل المصريين. وفي حال نجاح مصر اقتصاديا، سيكون نظامها السياسي أكثر استقرارا، وستصبح دولة يمكن الركون إليها لتلبية حاجات استقرار كل المنطقة. كما أكد الكاتب أن المصريين ليسوا بحاجة إلى داعمين وأعمال خيرية، بل إلى شركاء. ومن الأفضل للخليجيين أن يشتركوا مع المصريين في بناء شركات عملاقة من القطاع الخاص تدعمها الحكومات. صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم اهتمت بزيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس إلى مدينة شرم الشيخ لتفقد أعمال التحضير والاستعدادات الأمنية وأعمال التجميل لاستقبال المؤتمر الاقتصادي. صحيفة الجمهورية أوضحت أن محلب بدأ زيارته الثالثة للمدينة بتفقد تجهيزات مطار شرم الشيخ الدولي وصالات الوصول والسفر وصالة كبار الشخصيات المخصصة للرئاسة. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء شهد خلال جولته التفقدية مناورة لمرفق الإسعاف، حيث نفذ المركز الإقليمي للإسعاف بمدينة شرم الشيخ مناورة عملية لعمليات إنقاذ وإخلاء وفقا لمعدلات وصول خدمات طبية وخدمات طبية قياسية، وعرض خطط التأمين للمؤتمر ومقر الإقامة والمطار والطرق السريعة وفي الأسواق والميادين السياحية بسيارة إسعاف مجهزة للتدخل في أي وقت. صحيفة الأخبار هي أبرزت زيارة محلب التفقدية بشرم الشيخ، وكتبت الأخبار أن محلب شدد خلال الزيارة على ضرورة وجود فريق عمل من الوزارات والجهات المعنية سيكون مسؤولا عن حل المشكلات واتخاذ القرار الفوري في حال حدوث أي مشكلة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية تأكيدها أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم
قام بوضع اللمسات النهائية ومراجعة خطة تأمين المحافظة خلال المؤتمر بالتنسيق مع القوات المسلحة. وتحت عنوان الرئيس يطالب بأفكار غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد، أكدت صحيفة الأهرام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد خلال اجتماعه الأول بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية على أن الاقتصاد دعامة أساسية من دعائم تثبيت الدولة وركيزة للنهوض بمصر. واستعرض الرئيس عملية الإعداد للمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الشهر الحالي، منوها بإصلاح التشريعات لتهيئة مناخ استثماري جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية وتسوية المنازعات الخاصة بها والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح أهمية قصوى لتشغيل الشباب ومواجهة البطالة. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية. أستاذ محسن، بعد التحية، الرئيس السيسي دعا إلى طرح أفكار غير تقليدية تسهم في النهوض بمصر اقتصاديا، ما هو الدور المنوط بكم في هذا الصدد؟ بالتأكيد المجلس هيكون هدفه الأساسي هو تقديم عدد من الدراسات والمشروعات قابلة للتنفيذ واللي بتحمل أفكار من خارج الصندوق وليست أفكار تقليدية. فالسيد الرئيس كان واضحا تماما هو يرغب الآن في أن يكون هناك تنمية اقتصادية حقيقية يشعر بها المواطن المصري العادي والبسيط ورجل الشارع العادي، لا يرغب في أن يتحمل المواطن أعباء أكثر أو يتحمل الموازنة العامة للدولة أكثر. فهو يحتاج إلى أفكار فيها من الابتكار والإبداع أكثر مما فيها من العنصر التقليدي بشكل كبير. النقطة الثانية اللي كان فيها تركيز بشكل عاجل أن تكون الأفكار قابلة للتنفيذ بشكل واضح وبشكل سريع وأن تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة، خاصة أن الفترة الحالية بها نوع من أنواع الرغبة الجادة والصادقة من جانب الجهاز العام للدولة ومن جانب الدولة المصرية بشكل واسع النطاق بأن يكون هناك إصلاحا اقتصاديا قادر على نقل الإمكانيات والتوسعات والصور إلى جميع الأطراف الموجودة حاليا داخل المجتمع المصري. أتصور أن الفترة القادمة قد يكون بها نوع من أنواع الأداء الأفضل بالنسبة للاقتصاد المصري في ظل وجود نوع من أنواع التحسن في الشهية الاستثمارية ووجود فعلا رغبة صادقة من جانب الدولة في الإصلاح، ويمكن كان بكورتها اليوم بشكل واضح المعالم جدا صدور القانون الموحد للاستثمار وهو نعتبره خلال الفترة الحالية محور رئيسي في تمويل البنية الاستثمارية التشريعية بصورة لم تكن مسبوقة في تاريخ مصر خلال الفترة السابقة. نعم، الأستاذ محسن عادل، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، شكرا لك، كنت معنا عبر. أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار 27 مليون دولار، وأشار البنك إلى أن الاحتياطي من العملة الأجنبية بلغ 15 مليارا و456 مليون دولار بنهاية فبراير مقارنة مع 15 مليارا و429 مليونا بنهاية شهر يناير السابق عليه. وإلى سوق المال، حيث تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بنسب طفيفة قبيل نهاية تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب، قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 384 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 515 مليارا و484 مليون جنيه. اتفقت وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والشباب وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات على التنسيق فيما بينهما لتوفير فرص العمل للشباب والعائدين من ليبيا وإعادة تأهيلهم لفرص العمل المتاحة. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين وزراء القوى العاملة والتضامن والشباب والرياضة مع ممثلي رجال الأعمال واتحاد الصناعات والغرف التجارية.
استكمالا لمسيرة التعاون المشترك بين الحكومة ورجال الأعمال، عقد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة اجتماعا موسعا مع مسؤولي جمعيات المستثمرين المصريين لبحث توفير فرص عمل جديدة أمام الشباب من أجل مواجهة مشكلة البطالة. لدينا وظائف كثيرة جدا مش لاقي شباب يشتغلها، ولدينا شباب كتير جدا مش لاقي وظائف يشتغل، فهي المشكلة ان احنا ازاي نقدر نوفق بين الطرفين، وبحين ان احنا محتاجين شوية تغيير في ثقافة العمل اللي موجودة عند الشباب بتاعنا، لان في فرص عمل فعلا تحتاج الى ايادي عمل كثيرة لكن مش لاقي الايدي العاملة. بعض الاتحادات وبعض القطاعات فيها فرص عمل، سياحة في تزايد في تشغيل المراكب السياحية، فتكلموا عن فرص عمل في هذا المجال وعن احتياجهم لعمالة. ايضا مجال التشييد والبناء كانوا بيتكلموا عن احتياجهم لعمالة ماهرة في مجالات النجارة والحدادة وغيرها. الاجتماع ناقش كيفية طرح فرص العمل بشكل مميز من قبل رجال الأعمال لجذب الشباب نحو العمل داخل القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية تهدف برامجها إلى توضيح مزايا العمل داخل قطاعات الإنتاج المختلفة. عشان أنا يبقى عندي عمالة مستقرة لازم أحقق الاستقرار عند صاحب العمل، صاحب عمل مستقر بتساوي عندي عمالة مستقرة. احنا عندنا محورين دلوقتي، المحور الأولاني هو التدريب من أجل التشغيل، وأيضا المحور الثاني هو التعليم من أجل التشغيل، لأن مخرجات التعليم عندنا ما بتواجهش طلبات التشغيل. يعني بطلع فئات معينة، بعض كليات بتطلع عشرات الآلاف وما فيش لهم فرص عمل. في نهاية الاجتماع طالب وزير الشباب والرياضة بتضافر الجهود من أجل توفير العمل للشباب في جميع القطاعات، معتبرا قضية تشغيل الشباب وحل أزمة البطالة قضية أمن قومي. اجتماع ثان بين الوزارات المختلفة ومسؤولي جمعيات المستثمرين المصريين، الهدف منه بحث آليات التعاون المشترك بين الجهات المعنية والقطاع الخاص في توفير فرص عمل جديدة للشباب واستثمار إمكاناتهم وقدراتهم لتحقيق التنمية المستدامة. من داخل مركز نشرتنا الاقتصادية بقي تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. استعدادا للمؤتمر الاقتصادي، الحكومة تقر مشروع قانون الاستثمار الموحد وترفعه للرئيس للتصديق عليه. لقاء تعريفي بالمؤتمر الاقتصادي غدا، ومصر للطيران تضاعف في أيام الاجتماعات. اتفاق بين وزارات القوى العاملة والتضامن والشباب وجمعيات رجال الى هنا مشاهدينا الكرام، انتهت نشرتنا الاقتصادية، الى اللقاء.